طبعا يعني زي ما بقول له حافظوا على لاعبتنا يا جماهير النادي الاهلي. مروان محسن انتقد تاني، انتقد مروان بالاداء الفني، انتقد مروان بالشكل اللي يقوم مروان ويرجع مروان. افتكروا معايا كويس، فلافيو قعد سنه ويمكن وشهرين مع مانويل جوزيه ما بيجيبش جوال يعني، وانتوا اللي قومتوه وانتوا اللي خليتوا فلافيو هداف الدوري. مروان امكانياته الفنيه كويسه، بيمر بمرحله صعبه، فواجب جدا علينا كجماهير. وانا بصفه شخصيه انا مروان اعرفه من ايام ما كنا بنلعب في المنتخب الاولمبي، انا على تواصل شخصي معاه، النهارده اتكلمت معاه، هو في حاله سيئه شويه نفسيا، لكن قال لي كلمه حلوه قوي، انا يا كابتن لسه هتمرن اكتر وهشتغل اكتر وان شاء الله هكون عند حسن الناس كلها. ده مروان محسن، اقفوا جنبه وقفوا على رجليه، لان ده ان شاء الله مكسب لنادينا ومكسب كمان لمنتخب مصر. طيب.